المشكلة بين تركيا واليونان هي ليست وليدة اليوم، المشكلة هي قديمة. هناك دول تسعى على أن تبقى هذه المشكلة قائمة وموجودة، حتى عندما تهدأ هذه المشاكل وعندما يلتقي الرؤساء أو يلتقي الوزراء أو على المستوى القادة الكبار تهدأ هذه الأمور، هناك من يأتي ويحرث هذه المشاكل القديمة من أجل أن تكون هي على سطح الواقع. وهذا ما يحدث حاليا، من مصلحة اليونان أن تكون لها علاقات قوية مع تركيا، وخاصة تركيا القوية اقتصاديا وماديا وكذلك في الموارد المتنوعة، بالإضافة إلى تأثيرها السياسي والعسكري. ولكن يبدو أن من يحاول دائما على زرع الفتنة وإثارة المشاكل بين اليونان وبين تركيا، يعني على مستوى الكمامات، يعني الكمامات تستطيع أي دولة في العالم أو يستطيع أي معمل أو أي ورشة صناعية في العالم أن يقوم بصناعة الكمامات، فلماذا البرلمان اليوناني يتخذ من هذا الموضوع مشكلة؟ إذن هناك من يحاول أن يوجد مشاكل سياسية بين نعم سيد مضر، نعم مع حضرتك. حضرتك كنت تشير إلى أن هناك محاولات لزرع مشاكل وخلق أيضا صعوبات كبيرة تواجه العلاقات الدولية بين كل من تركيا واليونان في هذه المرحلة. طيب سنعود للاتصال بالسيد مضر لأننا فقدنا الاتصال معه، ولكن هذا الأمر كان لافتا للنظر بشكل كبير للغاية، خاصة مع الصعود التركي الكبير فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي. تركيا وقواتها الآن المتزايدة والمتصاعدة تجبر الجميع على الإنصات لها.